مستشفى الجامعة الأردنية يوما طبيا مجانيا في منطقة يرقة بمحافظة البلقاء بمشاركة 35 طبيبا وممرضا وبتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني. واشتمل اليوم الطبي على تقديم الفحوصات والعلاجات والإرشادات للمستفيدين في عدد من الاختصاصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى صرف الأدوية اللازمة للمرضى من قبل الصيدلية المتنقلة التابعة لحملة اليوم الطبي. في كل سنة في عندنا 4 إلى 5 أيام طبية مجانية نعملها في مختلف مناطق المملكة. الهدف منها التواصل مع مجتمعنا المحلي وخدمته والوصول إليه حيثما كان، وخصوصا في المناطق اللي بعيدة عن المدينة، عادة اللي أبعد شيء عن المدينة واللي بحاجة إلى مثل هذه الخدمة.